السعودية تبني جدة جديدة لن يعرفها حتى أهلها، مدينة قادرة على إدارة العالم الاقتصادي في المستقبل، مشاريع بمليارات الدولارات وأبراج تعانق الضباب. جدة المستقبلية، محور العالم الجديد، ما حدث ويحدث فيها هذا ما تشاهدونه الآن. لكن قبل أن نخبركم الأحداث وتفاصيلها، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نشأت جدة كموقع للسكن قبل نحو 3000 سنة، حيث كان ينزل فيها الصيادون بعد الانتهاء من رحلات الصيد، وأسست المدينة بشكل رسمي على يد قبيلة قضاعة العربية التي كانت تسكن اليمن، لكن بعد انهيار سد مأرب نحو 115 قبل الميلاد جاءت إلى جدة وأسست المدينة واستقرت فيها. يختلف المؤرخون حول أصل كلمة جدة وكيف تلفظ، ولكل لفظ معنى. فمثلا يقول كتاب معجم البلدان لياقوت عبد الله الحموي أن المدينة سميت بجدة نسبة إلى جدة بن جرم بن قضاعة، فسميت المدينة على اسمه. وهناك من يعتبر أن اسمها كان جدة، وهي والدة الأب نسبة إلى أم البشر حواء التي يقال إنها دفنت في المدينة. لكن الاسم الشائع للمدينة في الوقت الحالي هو جدة. بعد ظهور الإسلام ودخوله إلى المدينة اكتسبت جدة أهمية كبيرة، خاصة بعد أن اختارها الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه لتكون ميناء رئيسا لمكة المكرمة، وأصبحت ميناء رئيسي لطرق التجارة في المحيط الهندي لنقل البضائع، وكانت أيضا بوابة الحجاج المسلمين إلى مكة الذين يصلون عن طريق البحر. هذا الارتباط بموسم الحج السنوي للمسلمين منح المدينة طابعا عالميا، حيث أقام فيها المسلمون من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي ساهم بنمو المدينة وازدهارها. وبقيت هذه المدينة تحظى باهتمام كبير في العصور الإسلامية اللاحقة، وخاصة في العصرين الأموي والعباسي. وبعد افتتاح قناة السويس عام 1869 وإدخال البواخر التي ربطت أوروبا بالهند وآسيا، جلب مشروع القناة ثروة هائلة لأهالي المدينة. كذلك سمحت الزيادة في السفن البحرية لعدد أكبر من الحجاج بأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، مما أدى إلى التوسع في توفير أماكن الإقامة للزوار. بعد الحرب العالمية الثانية تم تحديث جدة بالكامل وتوسيعها بفضل الثروة الجديدة التي اكتسبتها المملكة العربية السعودية من عائدات النفط، وتم تحديث مينائها لاستيعاب السفن الكبيرة، وأنشئت فيها محطة لتحلية المياه في أوائل السبعينيات، يعتقد أنها الأكبر في العالم عند اكتمالها. وأصبح اقتصاد المدينة الذي كان يعتمد في السابق على نفقات الحج وصيد الأسماك اقتصاداً متنوعاً يشمل مصانع الصلب ومصافي النفط وصناعة الإسمنت والملابس والفخار، وتشمل الأنشطة الأخرى تربية الماشية ومنتجات الألبان والعديد من الصناعات الصغيرة. المدينة التي لا تنام. عاشر أكبر مدينة في الشرق الأوسط والمركز التجاري للمملكة العربية السعودية، يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، وثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض، وأكبر مدينة في منطقة الحجاز. يعد ميناء جدة الإسلامي الواقع على البحر الأحمر ثاني أكثر الموانئ البحرية ازدحاماً في الشرق الأوسط، والسادس والثلاثين من أكبر الموانئ البحرية في العالم. مزيج فريد تمتلكه مدينة جدة يجمع بين الحداثة والتاريخ، وعديدة هي الأماكن التي تبهر الزائرين لدى رؤيتها لأول مرة، فهنا يرى الزائر ما لا يمكن أن يراه في أي مكان في العالم. مثلا نافورة الملك فهد الذي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء مدينة جدة، وهي أطول نافورة من نوعها في العالم، ويمكن لها أن تضخ المياه إلى أقصى ارتفاع، وفقا لمصادر مختلفة إما ل853 قدما أو 1024 قدما فوق البحر الأحمر. ومن أطول نافورة إلى أطول سارية علم في العالم، سارية تم تشييدها في ميدان الملك عبد الله،
ويصل ارتفاعها إلى 171 متراً. وهناك أيضاً يمكنك أن تجد مسجد الرحمة أو المسجد العائم، مسجد فريد من نوعه، بني فوق الماء عام 1985. يبدو هذا المسجد المذهل وكأنه يطفو في البحر الأحمر أثناء فترة المد العالي. بني على حافة أرض ساحلية بطول 30 كيلومتراً، مليئة بالمعالم السياحية المعروفة باسم كورنيش جدة. ولمحبي التاريخ، ليس هناك أفضل من زيارة بلد واحدة من أقدم المناطق في المدينة، حيث يزيد عمر بعض المباني عن 100 عام. مدينة المستقبل. مشاريع ضخمة عدة بانتظار مدينة جدة في المستقبل ستضعها في مقدمة المدن على مستوى الشرق الأوسط والعالم، أبرزها مشروع الواجهة البحرية، حيث تمتد هذه الواجهة على طول 3 كيلومترات وعلى مساحة تزيد عن 180,000 متر مربع. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة وزيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتصل تكلفته إلى 270 مليون ريال. وفي ذات السياق، تنوي السعودية بناء مشروع مرافئ جدة الذي يضم قناة مائية صناعية، تمتد هذه القناة على مساحة 11 كيلومتر. وهناك أيضاً مشروع ألما جدة، هذا المشروع عند الانتهاء منه ستشعر وكأنك تعيش في مدينة فينيسيا الإيطالية. يطل المشروع على ساحل البحر الأحمر ويعد من أجمل المشاريع القادمة إلى مدينة جدة. وما تنظرون إليه الآن هو مشروع وسط جدة، واحد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 75 مليار ريال، ومن المتوقع أن يضيف لاقتصاد المملكة نحو 47 مليار ريال بحلول عام 2030. إضافة للدور الاقتصادي الذي يلعبه المشروع، فإنه سيكون ذو أهمية سياحية كبيرة، حيث يتضمن 4 معالم كبرى، وهي المتحف والأستاد الرياضي ودار الأوبرا والمزارع المرجانية. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع باستقبال الزوار في عام 2027. وهناك أيضاً مدينة جدة الاقتصادية التي تمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، وتشمل المدينة مناطق سكنية وتجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لرجال الأعمال. ومن المتوقع أن يتم افتتاح مترو جدة في عام 2025 لربط أجزاء المدينة ببعضها البعض بأحدث طرق النقل العالمية، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى أكثر من 60 مليار دولار. برج جدة. سيكون هذا البرج الذي سيحطم الأرقام القياسية جوهرة التاج لمدينة جدة الاقتصادية، وبمجرد اكتماله سيكون أطول مبنى في العالم، وهو من بنات أفكار المستثمر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال. يبلغ ارتفاع البرج أكثر من 1000 متر، ويتكون من أكثر من 200 طابق، وتصل تكلفته إلى ما يزيد عن 1,230,000,000 دولار. ومن المشاريع المحورية القادمة أيضاً، هناك مدينة المطار ومشروع البحر الأحمر الضخم الذي سيكون عبارة عن مالديف مصغرة تبنى في قلب المملكة العربية السعودية. فهل زرت من قبل مدينة جدة؟ أخبرنا ماذا تعرف عنها؟